كان النهارده في مؤتمر صحفي للمحاميين، وايه اهدافكم ودعيتكم لجمعيه عموميه غدا ان شاء الله الثلاثاء؟ اتفضل. طبعا احنا تنامل علمنا ان هناك دعوات لجمعيه عموميه غدا على لسان السادة المرشحين على منصب النقيب، وهم نافوا الكلام دوت. احنا ما عندناش جمعية عمومية يوم الثلاث، ولكن احنا كان عندنا اجتماع يوم الثلاث امتدادا للجمعية العمومية اللي احنا قلنا الجمعية العمومية في انعقاد دائم حتى انهاء هذه المشكلة. فبالتالي لبكرة الاجتماع للمحامين مش جمعية عمومية بالمعنى القانوني. فالنهاردة كمان عملنا مؤتمر صحفي واكدنا على الكلام دوت، واكدنا على ان القرارات اللي اخذناها يوم 24 نقابة المحامين مصممة عليها، منها وقف مشروع السلطة القضائية، منها تطهير القضاء، منها انه لا يوجد متحدث رسمي لنقابة المحامين سوى مجلسها الذي سينتخب ونقبها، وفي الوقت الحالي الذي يمثل جموع المحامين هو الأستاذ زكريا إدريس، أقدم الأعضاء سنا والذي اختارته الجمعية العمومية للتحدث باسمها، وهو كان موجود النهاردة في المؤتمر وهو الذي أصدر البيانات. وقلنا ان الذي يمثل المحامين هو الأستاذ زكريا إدريس، ولا يجوز ان يمثل جموع المحامين اي شخص او يتكلم باسمهم سواه، واي استاذ زميل فاضل بيدلو بدلو في الموضوع السلطه القضائيه فده راي شخصي لي، راي لا يمثل جموع المحامين. قبل رئيس الوزراء يقال اللي قابل الاستاذ متصل زيات وبعض المحامين، سمعنا النهارده ان كان في اجتماع مع بعض المحامين. طبعا نقابه المحامين والجموع المحامين لم يدعوا رسميا لهذا الاجتماع، وبالتالي بنؤكد على ان ما سوف يتم مع رئيس الوزراء او سوف ما يطرح من اراء فهي اراء تمثل اراء شخصيه للساده المحامين اللي حضروا ولا تمثل جموع المحامين. اللي بيمثل جموع المحامين جمعيتهم العموميه واستاذ المستشار الجليل زكريا إدريس رئيس الجمعية. الخروج من الأزمة من وجهة نظرك ازاي؟ والله انا بيتهيالي ان احنا برضه قلنا الكلام ده النهارده في المؤتمر، وقلنا خلاص ما الأزمة تعتبر انتهت، مش شبه انتهت، الأزمة انتهت بصدور بيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء بإرجاء مشروع القانون لحين وجود برلمان، وده كان مطلبنا الرئيسي، إرجاء مشروع القانون السلطة القضائية لحين وجود برلمان، وده الكلام اللي أكد عليه مجلس الوزراء. فبالتالي احنا مشكلتنا مع ما كانش معانا مشكلة مع القضاء شخصيا، احنا كانت مشكلتنا مع المشروع القانون، وبالتالي تم إرجاء هذا المشروع فتعتبر الأزمة انتهت. واحنا النهارده في المؤتمر الصحفي دعينا السادة القضاء انهاء التعليق العمل بالمحاكم والتوجه لاعمالهم، وان المحاكم كلها مفتوحه وما فيش اي مشكله حاليا مع المحامين والسادة القضاء. طب بخصوص الاشراف القضائي على نقابه المحامين الانتخابات، طبعا الاشراف القضائي ده واجب دستوري، واجب قانوني على السادة القضاء. احنا عندنا قانون المحاماة ما بينصش على وجوب اشراف قضائي في الانتخابات، وبالتالي اذا رفضت القضاء الاشراف على الانتخابات سوف يكون لنا اجراءات اخرى سنتخذها، وسوف تتم الانتخابات دون اشراف قضائي. ولكن بندعو السادة القضاء للتراجع عن هذا الموقف، وبنقول ان السادة القضاء احنا بنحترمهم وبنقول لهم، وما كانش فيه بيننا وبينهم اي مشاكل شخصيه، احنا مشكلتنا كانت في مشروع القانون، وبالتالي الجمعيه العموميه اللي انعقدت طالبت بتطهير القضاء، واحنا بنطالب الساده القضاء تطهير القضاء بانفسهم حتى لا يتدخل احد بكشف قوائم بعينها باسماء الساده القضاء. واحنا بنؤكد ان المحامين اول ناس طلبوا باستقلال القضاء، واول ناس برضه بيطالبوا بتطهير القضاء. أسماء معينة؟ والله هناك أسماء كانت اشتركت في تزوير الانتخابات، فهذه الأسماء لا يصح أن تجلس على المنصة القضائية مرة أخرى حتى يطمئن المتقاضي ويطمئن المحامي إلى قضيه الطبيعي. فبالتالي هناك أسماء بعينها إذا لم يطهر القضاء نفسه بنفسه سوف نكشف عن هذه الأسماء لتطهير القضاء. عفواً.